بفترة العزل مشاهدينا، العزل المنزلي اللي قاعد نعيشها، يمكن من أكثر الناس حاجة للرعاية هم أبائنا وأجدادنا وأمهاتنا وجداتنا من الناحية النفسية والبدنية مع فترات القعدة الطويلة في البيت. خلينا نشوف سوا تجربة السيدة ثريا وزوجها هشام بخصوص اللياقة في وقت العزل مع ابنتهم المدربة الرياضية اللي دفعتهم نحو حياة أكثر نشاط وحركة، فخلينا نسمع قصة. يلا. ساعة كورونا والنوادي قفلت ما كانش ممكن أرجع لقعدة الكنب مرة تانية، وعمري ما تخيلت إن أنا اللي هطلب من ياسمين بنتي تمرني علشان أفضل محافظة على لياقتي. أنصح كل الستات ما تكسلوش، ابتدي التغيير في إيدك أنتي. It's never too late. ساعة الحظر ولقيت نفسي قاعد في البيت طول الوقت، شجعتني بنت ياسمين ان انا احاول اعمل شويه رياضه معهم، خاصه ان انا شفتهم عمالين بيضحكوا ومبسوطين. استغربت قوي، حسيت ان مفيش نكد في البيت، فقلت اجرب. هنتكلم أكثر عن هذا الموضوع مع المدربة ياسمين حسان من جدة، وهي عندها تجربة شخصية مع أهلها حتكلمنا عنها. يسعد صباحك ياسمين. صباح الخير ياسمين. هلا هلا. السلام عليكم. صباح النور. أهلا وسهلا. السلام. أهلا وسهلا. أستاذ هاني، how are you؟ good thank you. ياسمين، أول شيء كلمينا، لو تقولي لنا أعمار أهلك الله يحفظهم. خلينا نقول فوق 60. الله يحفظهم إن شاء الله، الله يحفظهم ويخليهم. ياسمين، خبرينا عن القصة. آمين يا رب. خبرينا القصة اللي خلتهم يعني يغيرون نمط حياتهم يعني يتركون قاعدة البيت ويرجعون متحمسين على الحركة والنشاط. وين نقطة التحول؟ بصراحة أنا ابتديت أشتغل مع والدتي من 5 أشهر بحكم ان هي كانت من حزب الكنبه، على طول قاعده قدام التلفزيون والمطبخ. فابتديت معاها بسيط وقلت لها انه هنبتدي تمارين بسيطه، لو حسيتي ان انت هتتحسني اكمل معاك. ما حبيتش اصب عليها يعني. فعلا جربت ولقيتها بعد كده اشتركت في نادي من نفسها، فده كان اول شخص في العيلة. بعد كده قعدت مطمخ ازاي هعمل مع والدي امسكه، فلقيت انه الفترة اللي احنا قاعدين فيها في البيت دي من احسن الفرص ان انا اشتغل معاه. والدي متواجد في البيت بصفة دائمة، زي ما اتفضلت وقلت انه في الفترة دي اكتر ناس معرضة للخطر هم اهلنا، فحسيت انه انا علي مسؤولية وحبيت اساهم ان انا اعلمهم اشجعهم. من هنا ابتدينا يعني. طيب ياسمين، ايش الروتين اللي بتعمليه معاهم في البيت يعني بشكل يومي؟ بنبتدي في البيت ان احنا بقينا نفطر. اكتر حاجه اهلي ما كانتش عندهم فكره الفطار، كان عندهم فكره القهوه بس. فحبه حبه ابتدينا ان احنا نعمل زي يوم عائلي ونفطر مع بعض، وبعد كده مرن والدتي. ووالدي كان يمر يشوف كده احنا بنعمل تمارين، لسه مش متحمس، ممكن يدخل دقيقة ويمشي. بعدين من نفسه لقيته بصراحة مقبل على الموضوع يعني، فقلت تعالى أساعدك في عضلات ظهرك. كان عنده ألام في الظهر، عنده ألام في الركبة. نعم. فهو كان متخوف شوية بس الحمد لله يعني. الحمد لله. الآن ماشي الأمور تمام. طب ياسمين، أنت يعني بحكم إنه أنت مدربة ما شاء الله، فيمكن ماسكاهم وبالتفاصيل ويعني بتنتبه عليهم، بس اللي إحنا مو مدربين يعني، كيف نقدر مثلا نساعد أهالينا إنه يبدأوا بتمارين بسيطة، وأشياء مثلا تمارين اللي تنصحي كبار السن يبدأوا يسووا فيها؟ لأنه مشكلة مو كل عائلة عندها ياسمين يعني. بالضبط. أكيد أهم حاجة إن إحنا نبتدي بالنقطة المريحة للشخص. يعني أكيد والدي نقطة بدايته غير والد حضرتك، غير والد سارة، وبالتالي لازم نعرف إنه كل شخص لازم يعمل في نقطته على قده. نعم. من أهم التمارين اللي أنا بنصح بيها نبتدي
مع أهلنا هي التنفس، اللي هو يعتبر تمرين بسيط جدا ممكن نعمله في مكاننا واحنا قاعدين، اللي هو التنفس البطني. ازاي نعمله ده؟ طيب هنبتدي ان احنا بناخد نفس اهو، هتشوفوا زي على الشاشه عندنا. تمام. ممكن واحنا قاعدين وممكن واحنا نايمين، بناخد النفس وندخله على البطن، ده اسمه التنفس البطني. التنفس البطني ده بيأثر جامد جدا على نشاط المخ، على الجهاز الهضمي، على الجهاز العصبي. نعم. طيب ياسمين، كيف يعني انعكست على نفسيتهم، على اجواءهم في الحجر المنزلي هذه الرياضه والتمارين؟ والله زي ما والدي قال، هو ما بقاش في نكد في البيت. طب الحمد لله، هذا احسن خبر. يعني الاخبار دايما في نيجاتيف، بنسمع انه في ناس بتمرض، في يعني حوالينا احنا عايشين في اجواء دلوقتي، فمهم جدا ان احنا نحاول نرفع عنهم وننسيهم اللي بيحصل حوالينا في العالم ده. نعم. واكيد يخفف التوتر والقلق. شكرا ياسمين، يعطيك العافيه. والله يحفظ اهلكم. جد هذه رساله انه كلنا دحين نحاول انه مع اهلنا شوي شوي يبداوا لو بحركه بسيطه. فعلا. ويمكن هذا مر في بالي اثناء حلقه اليوم، انه مو كل شيء على الام او الاب، احيانا الابناء لازم يكون لهم مبادرات ويكون لهم طبعاً دور. طبعا. ودور اساسي ورئيسي. يعني مو الابن لاي او البنت لاي، يعني حسب الاعمار اكيد. يعني لا، يعني اقصد انه كل شيء، يعني حتى لو انه هو صغير راح يكون له دور. طبعا مليون في المية.